يا ماما مش ممكن اعمل اللي انت بتقوليه ده. يا اختي ما تعمليش فيها الابنه الصالحه. يلا انا فعلا يا ماما ابنه صالحه. يا ربي وقلبي غضبانين عليك اليوم الدين لو ما سمعتيش كلامي. بصي سناء مش معقول كده. عايزه اقول لك حاجه، رضا الامهات اهم بكتير قوي من رضا الباباهات. اسمعي كلام ماما. سناء لو انا كلمته مش هيسمع كلامي، ولو عادل كلمه هيفتكر ان في حاجه. يلا بقى. يا رب سامحني يا رب سامحني يا رب سامحني. يوه منطعي منطعي منطعي. ايه فين بس كده النمره حبان عندها على الاي دي وهتعرف ان احنا طلبناها. مش مهم رودي. يا جسمه رودي يا دور رودي يا رمه انت وين هتضطر هزقك جزمه. اه رمه اه لكن تهزقني لا يا شيخه بقى. كرامتي يا ماما. هي دي. يلا الو. ايوه يا منطعي ممكن اكلم بابا؟ يا سفتتي مدعوقه بنتك يصطادوها من على الحيط بشبشب. انا تجيبني من على الحيطه بشبشب اللي ما بتجيبش بشبشب. يا ماما ما بيلزقش. ايوه يا بابا. ايوه يا حبيبتي. بابا بموت يا بابا، بحتضر يا بابا، مش قادره يا بابا، انا سخنه درجه حالتي 85. هات لي كيس فاكهه وتعالى زورني يا بابا، ده انا بنتك الوحيده. ايوه بس الفاكهه كده تتعبك. بقول لك حاجه اسمعي، خد سبرينت. بابا استنى استنى، كنت عايز اقول لك حاجه مهمه. انا متصل عشان اقول لك اقول لك اقول لك في جمعيه يا بابا عاملينها ب 100 جنيه في الشهر لمده 80 شهر ومش لاقيين حد يقبضها الاول. كده 10 دقايق وابقى عندك. اول ما عرف ان انا تعبانه ومش قادره قال لي جايلك طيران وهجيب لك معايا كل الفاكهه اللي انت بتحبيها. يا سلام حنين يا نينو. بيحبني قوي اصلا. اه بابا. فينك بقى بركات وفينك سعيد يا عمي سعيد؟ اه سعيد. وفينك وفين ايامك وفاكر والطاوله والطاوله وجهار وشيش وياك و... بابا خش في الموضوع. ومش كان في بنت اسمها شرح كنت تعرفها ما كنت بتجوز البنت بنتي؟ طيب انت معاك تليفونها؟ معاي. طب بصوري بقى بصوري. لا سيبك منها، انا عندي ليك واحده كده ما تضربش لسه فيها مفك. واستعملت طبيب ولا ايه؟ وانا بفعلك اباجوره. بابا خش في الموضوع. خش انت جوه، انا ما عنديش ستات يقفوا في وسط الحريم. يلا اتكل على الله جوه. يلا وانت عامل ايه بقى وازيك يا رؤوف؟ واخبارك ايه؟ سعيد يا عمي سعيد. طيب خد يا بت خد يا بت انت يا مترنك يا مترنك اخضر تعال خد. مش فاهمه حضرتك بتوجه النداء ليا انا؟ امال يعني لبك؟ ما هو حضرتك لو عايز مامي انا ممكن اخش اندهلك عادي يعني. لا روحي اعملي لقمه للراجل الغريب اللي ما اعرفوش. لا لا يا عم ربنا يخليك مش عايز اكل. لا متشكر الا طبيخ رانيا. لا بلاش طبيخ. طب روح يلا روح على دوبك اجري ومش عايز حد يلاقوه. الصحة ما عادتش مستحملة يا عم رواش. وانت اخبارك ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله كويس، بس من طعم مراتي حصل لها مشاكل من تحت طبيخ رانيا. وحصل لها ايه من طعي؟ كلت الطبيخ من هنا شعر راسها كله وقع على الارض من هنا، اضطرينا نجيب لها باروكة وبنسدد فديونها لغاية دلوقتي. يعني مراتك بقت قرع ورأي المثل يا قرع رخ رخ على مطرة بنت وخالتي؟ امال فين سناء؟ سناء بنت بنتي وبتنظف الأوضة بتاعتي والفوق. عايزة ليه؟ أصلها كانت قالت لي أجي أقبض جمعية فقلت أجي أخلص المصلحة دي وأمشي. طب دلوقتي وأنت ليه مصاهين وعلى النفقة؟ لا 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 عيب عيب ما تقولش مصاهين. مصاهين ده إيه؟ أنا مستنطع. أنت عارف منطعي والباروكة واخدة مني فلوس كتير. يعني أنت عشان ما تشوفش الباروكة وتشوفها قرعة وإحنا نجوع من الموت؟ طب ونعمل إيه بس؟ لا ده بص، لا أنت لازم تجيب الفلوس بتاعت النافع. إيه ده؟ أنت بترفع عليا السلاح؟ وغزك وغزك، وأنت فاكر يعني إن أنا زهايمر وعجوز؟ لا ده أنا غزك وأطلع لك كرشك ده وغزك، عارف أعمل إيه؟